تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر اتصالا هاتفيا من أخيه اسمه الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، الذي هنأ سموه خلاله بصدور الأمر الملكي السامي بتكليف سموه بتشكيل الحكومة الجديدة. وأشاد الشيخ جابر المبارك الصباح بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإنجازاته في نهضة وتنمية مملكة البحرين في شتى المجالات، وبما يتمتع به سموه من تجربة وخبرة متميزة ساهمت في تبوء المملكة مراكز متقدمة في مختلف المجالات. وأعرب عن تمنياته لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالصحة والسعادة والتوفيق، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار. من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لأخيه الشيخ جابر المبارك الصباح على مشاعره الصادقة، مشيدا سموه بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر، متمنيا سموه لدولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا اضطراد التطور والازدهار.